السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه اللي ديليسوم بنات. اليوم ان شاء الله غادي ديروا معايا هذا الكيك، كيك ديال الكيك اليومي، درتو بالبرتقال. شوف كيفاش كيجي معنا، كيجي غزال. انا طا معكم كيفاش كيجي من الداخل. فوالا شوف كيفاش كيجي من الداخل، كيجي رطيطب. فوالا كيجي اسفنجي. فوالا بمقادير مضبوطة. فوالا دابا بقاو معايا باش تعرفوا المقادير، طريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 3 ديال البيضات. عندي هنايا بو ديال ياغورت طبيعي، هذاك البو هو اللي عبرت به، واحد السكر، واحد ديال الزيت، وواحد ديال العصير ديال البرتقال. هنايا البشر ديال برتقالة وحدة. عندنا قبيصة ديال الملحة، جوج معالق كبار ديال المايزينا. وبالنسبة للطحين عندي 3 ديال لي بو ديال الطحين، والخميرة الكيماوية من فئة 11 غرام. وغادي ناخدو معلقة كبيرة ديال الخل. دابا ان شاء الله ندوزو لطريقة التحضير. غادي ناخدو البيض، غادي ندير فيه قبيصة ديال الملحة، غنزيد فيه السكر، وغادي نطربو غير بالفوي. نقدرو نستعملو الباتور، يعني غير بالفوي. صافي، من بعد ما داب ليا السكر مزيان غادي نزيد ياغورت طبيعي. غادي نزيد العصير، اللي دافئ، يعني دفيتو واحد شويه. ومن بعد غادي نزيد الزيت بشويه بشويه، انا كنحرك. غادي نزيد هاد الزاس ديال البرتقال، كيجي منسم بالبرتقال، كيجي غزال. هنا غادي نبقى نزيد في الطحين. دابا اول حاجه غادي نزيد مايزينا، جوج معالق كبار. المايزينا كتعطيها كتجي هشيشة. ومن بعد غادي نبقى نزيد بالطحين شويه بشويه. المرة الثانية غادي نزيد الطحين، غادي نزيد معاه الخميرة. صافي نبقى نخلط. يعني الطحين كيبقى على حساب الخليط. انا عندي هنايا 3 ديال لي بو ديال الياغورت. صافي، في الاخير غادي نزيد معلقه كبيره ديال الخل. الخل كيخلي لنا الكيك ديالنا مهوي. فوالا صافي، ونخلط. نحاول نطلعو من تحت للفوق. فوالا، من بعد خديت هنا المول الكيك اللي داير،
دهنتو بالزبده ورشيتو بالطحين فوالا. ناخذ المول اللي بغينا، دير ولا مستطيل، المهم فوالا. هذا هو القوام ديال الكيك ديالنا. غادي نحاول نهز يدي ونكبو فيه. من بعد غادي ندخلو الفران، الفران اللي سخون على 180 درجة. فوالا هذا هو الكاطو ديالنا، دار ليا 35 دقيقة في الفران. فوالا شوف كيفاش كيجي معانا. خليته حتى برد، عاد زولته من المول. انا غادي نخليه غير بحال هيدا ناتور. كنتمنى من الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير، وتبارطاجيو القناه مع الاحباب والاصدقاء. مع السلامه.